أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ألا هو